إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري اللي حصل على جائزة أحسن لاعب في البطولة ومعانا دلوقتي وبيسعدنا أن يكون معانا. أهلا بيك يا إيهاب وألف مليون مبروك تألقك والأداء وبالتأكيد البطولة. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. الحمد لله، مستوى متميز جدا ظهرت بيه في البطولة، والحقيقة ان ده طبعا مش غريب عليك، لكن المرة دي الوضع مختلف شوية لان الختام كان ببطولة ولقب غالي بيدخل خزينة النادي الاهلي. كلمنا عن كواليس مشاركتك واحساسك بجائزة افضل لاعب. طبعا بطولة كبيرة، بطولة عربية، يمكن أول بطولة عربية في تاريخ النادي الأهلي، فكانت بالنسبة لنا دافع كبير إن إحنا نكسب ماتش الفاينل. وإحنا كنا داخلين مركزين من أول البطولة إن إحنا مش داخلين يعني المشاركة، على إحنا داخلين مركزين في كل ماتش والهدف إن إحنا نكسبه. والحمد لله ربنا كرمنا، بطولة كبيرة وفيها يعني نوادي كتير كبيرة ومحترفين على أعلى مستوى، فكانت بطولة صعبة. كنت حاسس امتى وتوقعت امتى، او يعني هل توقعت الاول قبل ما اسالك على البطوله توقعت حصولك على افضل لقب وهذه الجائزه؟ لا طبعا، هو ما برك يعني انا شخصيا ما بركزش في الجوائز الفرديه، اهم حاجه طبعا البطوله الاول، ولما فريق بيكسب الجوائز الفرديه بعد كده بتيجي. ف يعني بالنسبه لنا كانت كل اللعيبه بصراحه مش انا بس، الهدف الاساسي ان احنا يعني نكسب البطوله. كان ايه شعورك وانت بيتقال افضل لاعب في البطوله لاعب النادي الاهلي ايهاب امين؟ قول لي بقى كان ايه شعورك ساعتها بقى؟ كنت فخور طبعا، يعني البطوله فيها لعيبه كبيره قوي 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 محترفين، هو يعني ان انت تاخد احسن لعيب في البطوله العربيه في مصر. والدتي كمان كانت في الاستاد، فكنت فخور وفرحان قوي. يعني كنت هقول لك هتهدي لمين اللقب ده، او كنت جه في بالك مين اول ما خدت الجائزه دي؟ والدتي طبعا بالتاكيد، يعني هي ربنا يخليها لك يا رب، ربنا يخليها لك. اول سبورتر ليا من وانا صغير ودايما ورايا لما بتعرف تيجي، والحمد ربنا لله يخليها لك، دعائها يعني هو اللي وصلني لكده. ربنا يخليها لك يا رب ويخليك دايما وافي بيها بالتاكيد. قول لي كده حسيت امتى بقى البطوله رايحه للاهلي، حسيت امتى في اي مباراه؟ يعني ما تقوليش بقى في المباراه النهائيه، قول لي من قبلها كده بشويه كده، يعني وانت بتلعب الاتحاد ولا قبلها بشويه ولا بعدها بشويه؟ اعتقد يعني احنا اخدنا اصعب روت في البطوله دي، يمكن دور الثمانيه لعبنا بيروت اللبناني والسيمي فاينل الاتحاد السكندري والفاينل الكويت، تقريبا لعبنا اجمد 3-0 في البطوله. بس اعتقد بعد ماتش بيروت اخدنا ثقه كبيره بعد ما كسبناهم في دور الثمانيه، بعد ما كنا متاخرين كمان فرق كبير في الهاف تايم، ورجعنا كسبنا اخدنا ثقه. وبعد كده في ماتش الاتحاد برضو ان احنا كنا كسبانين فرق كبير، وبعد كده هم رجعوا وبعد كده لعبنا اكس تايم وكسبنا. دي بتدي يعني ثقة للعيبة كلها ان احنا نقدر نكسب في اي وقت، وان احنا نقدر نرجع، وان احنا نقدر نحافظ على المكسب. فاعتقد بعد ماتش الاتحاد زاد الثقة عند اللعيبة. يعني طب قول لي بقى على ماتش الاتحاد، بما انك رحت الاتحاد، يعني ماتش الاتحاد كلمنا عليه ازاي استعديته ليه، ازاي ده الاتحاد السكندري قلتوا لبعض ايه لما الاتحاد قدر انه يتعادل في اللحظات الاخيره، يعني كلمنا على الكواليس دي. طبعا ماتش صعب جدا، يمكن بالنسبه لنا ده كان اصعب ماتش في البطوله. تأكيد. الاتحاد بطل البطوله العربيه اخر نسختين، ويمكن زي ما التقرير قال احنا خسرنا 2 فاينل دوري و2 كاس في اخر سنتين من الاتحاد، ف يعني كنا مركزين زياده في الماتش ده. وطبعا الهدوء بتاع كوتش جوستي هو نقله علينا، ان هم لما بيعملوا علينا رد او بيحاولوا يرجعوا يعملوا كومباك في الماتش، ان احنا بنفضل هادين وبنفضل ماسكين في الجيم بلان اللي هو مديه لنا، ما يعني ما نطلعش بره تركيزنا. فيعني طبعا ده شغل جهاز فني من كوتش اجوستي والمساعدين طبعا كابتن احمد جارح وكابتن رامي بيرسي معاه، فالحمد لله ان ربنا وفقنا ومسكنا في الجيم لغايه اخر ثانيه. بعد عايز اسالك على بشكل مختلف كده، يعني عن اللون الاصفر وانتوا بتلعبوا بيه، اختلاف اللون الاحمر على اللون الاصفر شويه كده بعيدا عن البطوله، يعني مختلف في ادائك وفي كنت شايفها ازاي؟ احنا لعبنا يمكن اكتر من ماتش باللون الاصفر في البطوله دي. طبعا الاهلي بيلعب في الاحمر، والاوي ساعات بيبقى ازرق وساعات اسود، يعني عمرنا ما بنلعب باصفر ما قليل انا قوي. لسه بسالك فيها، لسه يعني خدتوا الجو عليها ازاي؟ ممكن تعمل باص خطا لحد المنافس احمر قدامك، ما برضه في فيدباك، في ذاكره مخزنه عندك هو اللون الاحمر اللي بيلعب له، يعني كانت فرقه شويه ولا لا الامور كانت فيها سيطره؟ لا لا، كان فيها سيطرة عشان هو في الباسكت لازم فريق يلبس لون فاتح ولازم فريق يلبس لون غامق، فدايما الخصم بتاعنا بيبقى لابس لون غامق فبيبقى مختلف تماما. بس بالنسبة لنا ان احنا في الأول يعني أول ما لبسنا أصفر كانت بالنسبة لنا طبعا يعني احنا النادي الأهلي مستغربينها. لابسين أصفر، طبعا استغربنا بس أخدنا عليها بعديها. طيب قول لي بقى استعدادكم ايه للفريق الموسم الجديد ان شاء الله، وايه اهدافكم في هذا الموسم في ظل اول خطوة ايجابية بتاخدوها ببطولة، فده اكيد بيفرق معنويا او مع الفريق كله يعني.
طبعا بطولة كبيرة زي دي في أول الموسم بتدينا دفعة معنوية كبيرة في الفترة الجاية. عندنا 3 بطولات جايين، بطولة المرتبط، دوري المرتبط، وبعدين بطولة الكاس، وبعدين بطولة الدوري العام آخر حاجة. طبعا يعني هنبذل أقصى حاجة عندنا إن احنا ننافس على الـ3 بطولات. معانا محترف كويس جدا، معانا مدرب على مستوى، جهاز فني كله وجهاز طبي، واللعيبة بصراحة عملت يعني اللي عليها في البطولة دي، وكله كمان يعني جاهز للموسم الطويل. فإن شاء الله نحاول ننافس على كل البطولات ونرضي جماهير الأهلي اللي احنا تمناها معاها آخر سنتين. ان شاء الله يا ايهاب، واتمنى لك التوفيق مع النادي الاهلي، وكنت فعلا ممتع في هذه البطوله، بالتوفيق ليك. ربنا يخليك، شكرا. كان معانا ايهاب امين، ولسه معاكم في تغطيه